في حاجة اسمها سنة نبوية؟ طب عمر بن الخطاب مسلم؟ طب الخمر حرام؟ ليه الست ما تتزوجش من 4؟ طب القرآن اللي موجود في المصحف النهاردة ده حقيقي؟ دي بعض من الأسئلة اللي طرحت في مركز تكوين الفكر العربي في أول مؤتمر ليه. طب إيه مركز تكوين وعاوز إيه وإيه فكرته ومين الناس اللي وراه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة دي إن شاء الله، فيلا بينا. في البداية اللي انتوا شايفينه ظهر قدامكم ده طه حسين عميد الادب العربي، وعد على وفاته 50 سنة. وفي ذكرى وفاته منصة تكوين الفكر العربي بدأت اول مؤتمر ليه، وفعاليات المؤتمر كانت يوم السبت اللي فات في المتحف المصري بتاريخ 4 مايو، وكان عنوان اول مؤتمر ليهم مر 50 سنة على رحيل طه حسين واين نحن من التجديد. مجلس تكوين متكون من انقى المبدعين والمفكرين والبطيخيين العرب. هما فعلا بطيخ، لان البطيخ ده صاحبي هيطلع احمر يا يطلع تكوين. وبيتكون من ابراهيم عيسى ويوسف زيدان واسلام البحيري ودول من مصر، وفراس السواح من سوريا، والفة يوسف من تونس، وليلى نادر من لبنان. منقيين خلاصة الخلاصة، حاجة كده ايه وش القفص. عرفت المؤسسة نفسها وقالت على موقعها الالكتروني ان هي بتهدف لوضع الفكر الديني والثقافي بشكل جديد بيشمل المجتمع العربي بالتعاون مع الثقافات الاخرى، وانها بتقوم على خطاب التسامح وفتح افاق الحوار والتحفيز على طرح الاسئلة حوالين المسلمات الفكرية، وان هدف المؤسسة برضه هو اعادة النظر في الثغرات اللي بتعيق المشروع النهضوي. شوف ازاي، وانها مؤسسة عربية فيها مفكرين وباحثين بهدف تعزيز الحوار البناء ودعم الفكر المستنير والاصلاح الفكري وخلق مساحات تقنية مناسبة تسمح بوصول منتجها الفكري سواء المرئي او المسموع او المقروء لاكبر عدد ممكن، وانها بتهدف لتعلية قيم العقل والتنوير والاصلاح والحوار. والله زي ما بقول لك كده، وقبول الرأي الآخر حتى لو كان الآخر ده فكره ايه مش مهم، هنقبله برضو علشان هو ده اللي عايزينه يظهر ويكون موجود في المشهد. والإيمان بمبادئ السلام العام بين المجتمعات والأديان والثقافات. وقالت كمان ان هي بتسعى لتمهيد الطريق لمستقبل مشرق للمجتمعات العربية والإسلامية من خلال الاتصال بين الثقافة والفكر الديني المستنير. فانت لما هتسمع مستنير كده هتحس ان الناس دي معها النور ومعها كل خير ان شاء الله. وبتقول كمان، ولا اقول لك كفايه لغايه كده، لان بدات اعمل زي لعيبه الكوره في الماتش لما يبقوا عايزين يقولوا كلمه كده ولا كده ويحطوا ايديهم كده وبيقولوا اللي هم عاوزينه، بس الواحد مش قليل ادب والله، يعني مش عارف ارد ازاي. ما علينا، هنكمل. فاول حلقه ليهم اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم هي السيره النبويه صحيحه، وده كان عنوان الحلقه، وهدف الحلقه كان واضح وصريح من عنوانه وهو التشكيك في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي محتوى الحلقة ابراهيم عيسى بيتكلم وبيقول ان مخطوطات سيرة ابن هشام مش موجود منها غير نسختين، واحدة في النمسا والثانية في فرنسا، مع ان سيرة ابن هشام وفقا لتقصي الباحث شحات رجب بقوش قال ان مصر بس لوحدها فيها 22 مخطوطة. وبيدعي ابراهيم عيسى في الحلقة وبيقول ان محمد ابن اسحاق هو اول واحد كتب السيرة النبوية، وده الصراحة حاجة عجيبة لان السيرة النبوية الصحيحة كانت موجودة في كتب الحديث بين ايدين الصحابة والتابعين قبل ما يتولد والد ابو محمد ابن اسحاق ذات نفسه. لا، وبيقول كمان ان عروة بن الزبير اتهم ابن اسحاق بالكذب، ودي بقى لوحدها حوار خايب من شخصية كرتونية، علشان عروة بن الزبير ذات نفسه اتوفى عام 94 هجري ومحمد ابن اسحاق اتولد عام 150 هجري، يعني عروة اتهم ابن اسحاق بالكذب قبل ما يتولد ب 56 عام، وده قمة الاعجاز العلمي. شعرفك انت، في واحد هيتولد بعد ما انا اموت ب 56 سنة، الراجل ده كذاب عشان تبقوا عارفين يعني. وبيقول ابراهيم عيسى ان مفيش ولا واحد في العالم شاف او اطلع مخطوطة او وثيقة لسيرة محمد ابن اسحاق. عارف ليه؟ علشان كل المخطوطات دي موجودة عندنا اهي، ظاهرة قدامكم اهي، وبديكم منها صور. يا عم الله يرضى عنك، ده باقل بحث في جوجل بس هتعرف كل المخطوطات وموجودة فين وتعرف كل حاجة عنها. ودار الكتب المصرية لوحدها فيها 9 مخطوطات لمحمد ابن اسحاق، ده غير المخطوطة اللي موجودة في مكتبة الاسكوريال في اسبانيا. ولو جينا بصينا علشان نشوف مين اللي موجودين في المجموعة دي غير ابراهيم عيسى اللي اساسا بينكر السنة وبينكر رحلة الاسراء والمعراج اصلا، هنلاقي اسلام البحيري اللي كان مسجون لمدة سنة بعد التخفيف من
من 5 سنين بتهمة ازدراء الأديان بعد الأزهر الشريف ما تقدم ببلاغ للنائب العام ضده وضد البرنامج اللي بينشره في الفضائيات الخاصة، البرنامج اللي كان كله هجوم في ثوابت الدين والأئمة وكل علماء المسلمين المتفق عليه، ولا يوسف زيدان اللي كان بيقول أيام فيروس كورونا مفيش صيام وإن الأزهر الشريف ملوش علاقة بقصة المناعة اللي بتزيد وقت الصيام، وقال كمان إن المسجد الأقصى اللي موجود في القدس ده مش هو المسجد الأقصى. أو والله زي ما بقول لك كده. وخد كمان دي، قال لك كمان إن القدس ذات نفسها مش مكان مقدس وإن رحلة الإسراء والمعراج ما كانتش زي ما أنتم متخيلين. أنا مش عارف إيه المشكلة في رحلة الإسراء والمعراج بالنسبة له. وسبحان الله وقتها التصريحات دي نالت إعجاب الكيان المحتل للناس اللي بالكم فيهم ونزلوا له شكر كمان عليها. وغيرهم كتير من الشلة الفاسدة اللي موجودة في المؤتمر اللي لو رجعت ورا كل واحد في تصريحاته وكان بيقول ايه حاجات هتخلي العقل ينمل. انا بقى واحد حسيب كل اللي بيحصل ده لاني اساسا مش هديله اهتمام ومش هتفرج عليه، بس في نقطة مهمة جدا لازم اعرفها هي فين ودورها فين، وهي دور الازهر الشريف في الرد على الناس دي. الازهر الشريف هو اعلى مؤسسة سنية اسلامية في العالم كله، الازهر الشريف اللي بيجمع حواليه كل الصفوف في مواجهة اي ازمة طعن في ثوابت الدين، الازهر اللي عودنا دايما في اي ازمة بيبقى هو الملجأ والملاذ للرد عليها. الازهر الشريف لازم يتحرك في اسرع وقت للرد ويكون له دور كبير قوي في جميع وسائل الاعلام. احنا مش عايزين نغمة تطوير وتجديد في الخطاب، احنا عايزينكم بس توصلوا لنا وتوصلوا لاولادنا وتوصلوا علمكم لينا زي ما هم بيصرفوا المليارات علشان يحطوا لنا السم بتاعهم، وكل مرة بنجري عليكم علشان تلحقونا قبل ما سمهم يوصل للأجيال اللي لسه طلعة وبتتعلم دينها. لما ركزت وفضلت تابع اللي حصل بعد المؤتمر ده لقيت ان الأزهر الشريف عامل مبادرة كويسة جدا اسمها اسمع وتكلم لطلبة الجامعة، والمبادرة دي في نسختها التالتة، يعني اتعمل منها 3 نسخ واحنا ما نعرفش عنها حاجة. مبادرة جميلة جدا بيرد بيها الأزهر على جميع تساؤلات الطلبة الموجودة في الجامعات وعلشان يوصل لهم الدين صح وازاي يواجهوا الفتن. بس مين يعرف المبادرة دي؟ ويا ترى المبادرة دي وصلت لشباب مواقع التواصل الاجتماعي زي مؤتمر تخدير وتخوين الفكر العربي بقاله اسبوع شغال. لازم يكون في وقف فوري للي بيحصل ده، ومش بس وقف فوري، لازم يكون رد بالعلم والدين على كل التساؤلات اللي اتقالت في الحلقات بتاعت المؤتمر ده. وانا خلاص خلصت. السلام عليكم.